مرحبا. من بعد ما قدم عمله الاستعراضي كمشة حنين على مسرح كازينو لبنان بالخريف الماضي، بيرجع المخرج والملحن جان كيروز بعمل جديد عبارة عن غنية خاصة بالمونديال من كلماته وألحانه وإخراجه، وصور فيديو كليب خاص بمونديال 2018. منتابع سوا. كليب حماس مهدية للمونديال 2018 لكل محبي الفوتبول. شاركنا بكتابة الكلمات أنطوان كاسابيان، وأنا لحنت وقمت بإخراج الأغنية. جربت قد ما فيي بعد عن كل شيء نعمل برات لبنان وأعمل شيء بيشبهنا، إن كان بالرائسة اللبنانية أو بالدرويش أو حتى بالعالم، كيف هن عم بيحمسوا بطريقة كثير عفوية. حمس وتحدى كل شيء، الموسيقى هالمرة كانت ديفرنت، كانت فيوجن بين الراب والموسيقى الشرقية حتى شيء يشبهني أكتر. وجربت كمان بعد عن الأسلوب اللي شافوني فيه كتير العالم، أنا مع البيانو ومع الأوركسترا، جربت أعمل شيء كتير بوزيتيف، في كتير أنرجي بيحبوه كل الشباب. علي صوتك علي مليون، وحدك انت الملك تكون، حمس أعلى حمس بجنون، طلع ايه كل شيء بفنون. أهم رسالة بالغنية هي عيش اللحظة وانسى كل شيء، فشو ما صار مع فريقنا اللي نحن منشجعه حتى لو خسر أو ربح، It's only a game، فلازم نتقبل نحن كل شيء. لا لا ما تعصب، stay cool، فريقك عم يخسر مش معقول. لا لا ما تعصب، stay cool، فريقك عم يخسر مش معقول. لعيونك انت بعد شوي احلى هجوم واقوى شوطة، تبحث برا ما عاد في شي، عيش اللحظة معنا وانسى كل شي. بالنهاية ان شاء الله على العمل ينال اعجابكم، وبشكر القناة الجديد لانه عطول بتغطي كل اخبار الفن. حمس وتحدى كل شيء، حمس وتحدى كل شيء، حمس هاي. هيدا كان كل شيء، باي.